ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا الناس واش نتوما مع أو ضد طريطور في العشاء ديال الميت. إلا بغيتوا تعرفوا أشنو قالوا أجيو معايا بكل تواضع. أنا وخويا ضد هاد الفكرة هادي. وعلاش؟ نقول لك علاش. لأنه حنا في سالف الزمان قديما وحتى دابا كاين التقاليد المغربية اللي معروف عليها المغاربة، التآزر والتعاون في السراء والضراء، هادشي معروف عليه المغاربة. يعني المغاربة الكرم والضيافة، فهمتيني؟ ولكن مساكن ما عندهم زهر. لهذا اللي بغيت نوصل لك الكلمة، أنه باش إنسان يموت لميت ويجيب طريطور هذه مرفوضة قطعا. علاش غنجيب أنا هذا الطريطور؟ علاش؟ وأنا الناس حدايا جيراني اليوم كيأزروني، الله يجازيهم بخير، كله كيتكلف بكل موقعيه، كيتكلف كيجيب قصريه ديال كيجيب قصريه، كاين اللي كيعطي ماديا معنويا، كاين مسكين كيتقدى، يعني داك الشيء خفيه، يعني بحال اجر. علاش غنديروا حنا التريتور والكاميرا واللوز والكاوكا والقرقاع؟ الكاميرا كاع كل الكاميرا سيدي، الكاميرا ولات الكاميرا، واش لا حنا بغينا نصوروا فيلم والسيد غادي به عند الله وتتابعوا بكاميرا؟ راه هادي راه يؤسف له اخويا، هادشي زعما لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني راه التقاليد ديالنا كنخرجوا عليها بكل صدق، يعني بكل صراحه التقاليد ديالنا مشات مدرج الرياح. باش نقول لك صراحه اخويا فريد، لانه هادشي مابقاش كيعجب. بكري راه كانت هادشي هاد الحنان، راه حتى الطهاره راه نمشي معك حتى الطهاره الختانه باللغه العاميه، حنا خلينا في العشاء ديالنا. يعني كنقول لك يعني على التآزر، انا كنهضرك على التعاون ديال الجيران اللي تيكون ليهم اللي تيتكلفوا بكل شيء، بكل صغيره وكبيره. يعني مع يعني الميت كيبقوا، الناس ديال الميت كيبقاو مساكن من ان عن دابا ما كاينلاش طريطور. لا ما على الفكره ديال الطريطور، طريطور اخويا كنعرفوا في العرس، اما خويا الجنازه خويا اسمح لي انا يعني ضد هذه الفكره جمله وتفصيله. انا خويا هي الناس اللي كيديروا عشاء بعدا كيقولوا، حيت انا ما عنديش معلومه مضبوطه ان هذاك ما خصوش يكون، ولكن مزيان العشاء بحال يكون على اساس انه صدقه. ولكن باش يجيبوا تريتور انا معاها. علاش؟ انا نقول لك علاش الناس خاصهم يجيبوا تريتور، حيت كيكون الناس ميت لهم واحد السيد اللي كيكون عزيز وكيكون الافكار ديالهم متشتته والضمير ديالهم مأنبهم وكاعين، وكيكونوا فواحد الظرفيه اللي خايبه بزاف، فهمتي؟ ما كيقدروش هما يجيريوا هذاك الوليمه، فما يقدروش يجيريوا ولا غيضايفوا الناس، ما عندهمش المورال، ما عندهمش الخاطر والمورال باش يبداو يقولوا الناس رايحوا شحال خاصكم ديال الخبز. اما غيفهموش، غيجيبوا تريتور غيكلفوا بهذيك المهمه مقابل واحد المبلغ مالي، وغيتكلف لهم بكل شيء عادي. هذاك الشيء فهمتي، انا مع الفكره. دابا انت مع التريتور؟ مع التريتور عادي، بحال هاد المناسبات بنادم كيكون المورال ديالو طايح ما يقدرش يجيري الحفل، غيعطي التريتور هو غيكون يتكلف ليه بكل شيء. غيكون فواحد الجو مظلم عليه، ما غاديش يقدر يواجه حتى الناس ولا يقابلهم، خصوصا تقدر تلاقى مع شي وحدين ما كانوش كيحملوا داك الميت، تقدر تخرج فيه فاس، اللهم تغاضى داك الوجه وتخبى عليه وتخلي التريتور اللي تكلف صافي. من بعد حتى كتبرد النفسيه ديالك، وديك الساعه كتخرج بوجه عادي ووجه مبتسم. هذا الراي ديالك، الراي ديالك بكل تواضع، بكل تواضع. الحماق هذا كيفاش يجيبوا التريتور؟ حنا كنعرفوا حنا الميت راه كيجيبوا شي طلبه وهادشي، شي حاجه خفيفه والعائلات والناس ديال الدرب والى اخره. يعني انت ضد انهم يجيبوا التريطور؟ واش التريطور يجيبوا بقرا ولا ناقا ولا هذه، فهمتي؟ هذاك الموت هذاك الشيء كيكون خفيف، فهمتي؟ والناس راه مات الله يرحمك، كنا احنا باش شي يمكن كبرنا فيها، حنا كيجيو الطلبه وهذه يقراوا الى اخره، الطعام الناس ديال الحي ديال الجيران هذه، التريطور ولا هذا الشيء؟ حنا ما كناش كنعرفوا هذا الشيء ديال التريطور في الناس، يعني فين غادي يمشي بالتريطور الناس؟ الناس ما عندهمش ساكن ولا شي حاجه والى اخره، هذوك يبغوا يتنافسوا، واش التريطور فين؟ وهذوك الناس اللي عندهم يعني اللي كيجيبوا التريطور، انت واش معاهم ولا ضدهم؟ وضدهم هذوك كيبغيو يبينوا شي حاجه عندنا ولا، فهمتي؟ المهم الميت راه هو هذاك الله يرحمه، فهمتي؟ ولا يكون داك الشيء الطلبه وهذا الشيء اللي كان بكري في الستينات والسبعينات، فهمتي؟ كسيكسو كسيكسو هذا الشيء اللي كانوا الطلبه يقراوا على السيد، فهمتي؟ الله يرحمه. دابا هادو الناس هادو مجهلوا، فهمتي؟ بغوا يحيدوا لك شي الديانه ديالنا، حنا ما عرفناش يقول لك شي التريطور، حنا كنعرفوا شي ديال التريطور. ما كتعرفش التريطور انت؟ واش وقت ديال الزواج كاع ما كانش لا تريطور لا والو، الزواج كتزوج داك الشيء الفاتحه هذه الناس ديال العائله الطلبه هذه صافي. ولكن دابا الوقت راه تبدلات. واش تبدلات؟ التريطور هذه بغات تزوج، بغات دير سيد دير الطوموبيله ديالو، تقول له الطوموبيل دير لي الطوموبيل دير لي هذه ولا دير لي الدار ديالو، شي بقينا لا عرفنا والو، كل شيء مشى مع مالي، فهمتي؟ ناس راه جهلات هبلات. فانا ضد العشاء ديال الميت اون جينيرال، لان العشاء ديال الميت هو واحد العاده اجتماعيه اللي ولفوها المغاربه، ولكن ما عندهاش اصل ديني، هما كيعطيو داك الطابع الديني، يعني كيجيبوا اما المسمعين او الطلبه
كيعطيو داك الطابع الديني، وهي عندها بعض المنافع ديالها وبعض المساوئ. من بين المنافع ديالها كيقول لك انها كتسلي الناس في هذيك اليومين، انهم كيتشغلوا، ان كيموت الميت كيكون عندهم داك الحزن وما كيتشغلوا شويه ان يجيب طريطور يجيب هادي يجيب هادي يجيب هادي كينسيو. ولكن دينيا هي راه ما كايناش، لانه اللي تبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي حد في ايام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اطعموا آل فلان فان فيهم مصيبه، يعني قال لهم هذوك الناس اللي مات عندهم شخص ديو لهم الماكله، حيت الناس دابا ملي كيموت شي واحد ما غينوش يطيبوا، يعني خص الجيران اللي يقوموا بالطياب خصهم. والناس راه عندهم العاده كيجيبوا الكسكسو مع هذيك الوقيته ديال الغداء، يعني هذه القضيه مزيانه كيدفنوا الميت وكيجيو الميت حيت الناس ما يمكنش لهم يطيبوا. ولكن الناس كينوضوا كيجري وكاين اللي كيتسلف وكاين اللي كيتكلف، كاين الناس اللي كيمشيو يجمعوا في الزنقه كاع كيقول لك نجمعوا باش نعشيو الميت. الميت مات الله يرحمه، هذاك غير واحد العاده وفيها واحد التبذير، لانه انت ملي كتجي للعشاء ديال الميت كتجي زعما بالنيه ديال انك غتعشي الميت، كتجي زعما باش غادي تدي واحد الحاجه، ما كتجيش تدي حاجه، كتجي تاكل. انا مثلا الا مشيت لشي عشاء مثلا في العائله ولا شي حاجه، تتكون النيه ديالي مع نفسي انني راه ما غادي نعطي لذاك الميت حتى شي حاجه، وكنبرئ الجانب الديني بيني وبين الله، تنقول بانني انا راه ما جيتش هنا زعما تنتعبد، راه ماشي حيت جيت للعشاء ديال الميت راه غادي ندي الحسنات، لا، كتجي انت تتجامل هذوك الناس وتتاكل صافي، هذا هو الربح. كتعرقه صافي، هادشي اللي كاين. وهذوك الناس اللي كيديروا الطريطو ولا كيدخل في مانا في هادشي ديال البداخ وكما كنقولوا حنا التباهي، لا التباهي. الناس دابا كيجيو كيخصهم يبانوا على الناس باننا حنا راه درنا واحد العشاء، وربما هذوك الناس هذاك الميت ما تهلاوش فيه. كاينين الناس اللي الميت هو ما تهلاوش فيه، هو ما تهلاوش فيه، كاين اللي مات هذا في جيبي اللي طريطو وما ما كي زعما ما كي قوموش به. كاين الانسان اللي ولكن ملي كيموت خصهم يبانوا قدام الناس بانهم كانوا مهلين فيه لا ماشي ما هو مشى كيبانوا امام الناس انهم كيديروا حاجه مزيانه، ان الناس ملي غادي يجيو خصهم يلقاو الماكله ويلقاو هادي ويلقاو هادي والبيض والكاوكاو وداك الشيء كيديروه والبهله، وكيبقاو يفرضوا. دابا انت ضد العشاء وضد الطريطور، ضد العشاء وضد الطريطور. بخصوص هذه القضيه ديال الطريطور كيولي في الجنازه وفي المراسيم ديال الجنازه، والوقت اللي كيتدفن السيد كيجيبوا الناس واحد الشركه ولا الطريطور باش يعني باش كيقوموا بالواجب وداك الشيء، هذا الشيء كنظن انه هو داخل على المجتمع المغربي. علاش؟ لان كما كنعرفوا حنا المغرب معروف بالتكافل ديالو، معروف بالتعاون ديال الجيران مع بعضياتهم، معروف بزاف ديال الحوايج، يعني ما كاينلاش يجيبوا الطريطور. يعني بالنسبه لي انا الطريطور غير واحد الحاجه اللي هي داخله، واحد شنقول لك، واحد تباهي، واحد تباهي، واحد تفاخر، واحد يعني كنعتبروا انا شي حاجه اللي هي زايده على المجتمع وما عندها حتى شي فائده والو، غير هو بنادم كيديرها باش يبان زعما رحنا درنا شي حاجه زوينه واعره. والغريب في الامر راه كاين اللي كنشوفوا كيديروا انهم الليله ولا ملي كيجيو الناس يبغيو يهزوا السيد يديو، كتكون تا مثلا بارفو كتكون تا الكاميرا حاضره وهادي، والناس كيصوروا بالتليفون الكاميرا كتكون في الجنازه. كاين شفت انا شي فيديوهات، لا كان شي واحد من المشاهير. المشاهير انا بالنسبه للمشاهير هذيك حاله عاديه، كيكون الاعلام هذا كيكون اعلام كيكون عادي، ولكن جنازه عاديه كتشوف جنازه عاديه كيقول لك ملي كتسول دوك الناس كيدخل شي واحد من الصالحين من المؤمنين يعني متقي الله، كيقول لهم هذا الشيء راه ما خاصوش يدار، كيقولوا لي حنا بغينا غير نوثقوا النهار ديالو، بغينا نبقاو عاقلين عليه باش يبقاو يتفكروا زعما باش يبقاو يتفكروا زعما. ولكن هذا الشيء راه لا يجوز شرعا. انا ماشي غنقول لك فقيه ولا نقول لك عالم، ولكن كاينين شي حوايج قال لك الحلال مبين والحرام مبين، راه كاين اللي كيعرف الحلال واخا ما يكونش قاري القران، واخا ما يكونش حامل لكتاب الله، واخا ما يكونش قاري الشرع يعني العلوم الشرعيه، راه كيكون عارف بحالو بحال الخمر، بحالو بحال الربا، اللي باين راه باين. هذاك التكافل اول حاجه بنادم اللي كيموت، اول حاجه بنادم على الاقل بعدا يتجمع يطلب من الجيران يدعيو معاه يديروا واحد الدعوه جماعيه. ورا الجيران راه كما كنعرفوا حنا راه واخا تكون المشاكل بين الجار وهادي وهادي، راه نهار كتكون يعني كيكون الفرح ولا كيكون الفرح، راه من نهار كان نهار الموت راه كاين اللي قسم الله كيجيبو، راه كاين اللي مثلا بحال مثلا كتلقى 10 جيران ولا 3 جيران ولا 4 جيران
كيشوفوا الناس كاينين كثار، كل واحد كيطوع كيجي مثلا القصريه ديال الكسكسو كيحضر وهادي وكيتجمعوا الناس وكيكون واحد سميتو كيكون واحد لا سيمباتي يعني كيدعموا معنويا العائله ديال هذاك السيد اللي توفى، وكدوز الامور زوينه وطلبوا غير الرحمه، غير الرحمه هي اللي خصنا نطلبوها. حنا كنا غنمشيو عند الله، راكو كان يعرف هذاك السيد اللي هو غيجيب الطريطور ويجيب الكاميرا ويجيب الامدح النبويه ويجيب الامدح النبويه، فيها يعني فيها فنقاش هذيك تاعي. اللي مهم هو الانسان مات شي واحد الله يرحمه علينا، الله يرحمه، ندعيو معاه بالرحمه والمغفره. راه هذاك الشيء اللي هو تابعنا من وراء الموت، راه كنا نعرفوه، راه ما غاديش نديرو هذا الشيء ديال مثلا التباهي والتفاخر.